تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الحفر والتنقيب على الآثار، تتكون من شخصين يتراوح أعمارهما ما بين 33 و 35 سنة، وحجز قطع أثرية أصلية غير مقلدة ذات أهمية تاريخية وأثرية وأدوات تستعمل في عملية التنقيب. العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص مشتبه فيهم بحيازة وإخفاء وبيع أشياء متأتية من عملية الحفر والتنقيب، أين تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بعناصر هذه الشبكة ليتم توقيف شخصين وحجز قطع أثرية أصلية غير مقلدة ذات أهمية تاريخية وأثرية تعود لحقب زمنية مختلفة كالحقبة الرومانية والبيزنطية والنوميدية، بالإضافة إلى أداة تستعمل في الكشف والتنقيب عن المعادن، رفش يستعمل في عملية الحفر، ومجهر يدوي صغير، وهاتفين نقالين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.